تسخينها هي والله ابو هندي والله مرخصو رخيص يا انت راجع الرخصه نتاعها مرخصو ولا عمري ما ريت الرخصه ذري سبسب هذا هذا عمري ما ريت ذري سبسب مرخصو لا دي فازات نتاع فلام هذه يدور طقام عن طبق وعامله الساق هذيك مقلوبه الفاز هذيك نتاع فلام يعني ما عرفتش تصير انت كان ممكن ابو الخاتم يا تبارك الله مرخصو الراجل انا الدنيا عرفني بيك تقعد مطيش مين يعطيك زلوز انا يعطيك الزوز هذا نجري نيبيا ونروح يا راجل نسالش انا نعم بول وقت ضحك علي هالمفحج هذا والله ما نحط في قلبي والله ما نحط في قلبي والله ما ندمك يا انا وندم وندم على كل واحد قال لي هيك كلمه وش فديت على القط هاي ما عملك قدام المطار نستنى هكا في ستوك ولا في حاجه انا هكاك انا هكاك ونسمع في صوت نسمع في صوت قال بدون ما صدقت بعد تلفت طلعت هي طلعت جاد اما تفتلك البلجيكيات تفتلكهم ماسك كيف هي باهيه خسرت لها قلبي ولا يدق بالقويه وقلت لها انا قالت لي كهي انا كهي انا كهي ما يفك على امي كان بستحلتي عادة لا مش الرابع في المجلس شلفة على الدرجة لما نسايتي في خطوطين ما ترجع تاجيوها يا لاش لا ترتيب وخلطت لهم كنت روم حلاها كنت روم حلاها وقديش هسامبل قديش هسامبل هنك لبس سروال جين سبيدري هنك ومريول وهبطت علي الحشمة هبطت الحشمة مش كيما عبد تعطي معاه بالفيسبوك كيما عبد تقابل في الدنيا بين سيء ورتوح وحلت ما لقيت ما نحكي بديت نهز ونمت خذرت لها قلت لها أنا في بالك لي أول مرة نشوفك في الدنيا ولا معلومة عادية خفت لي قلت لي حق بالحق حتى انا طلعت بهمني لا باش نبدل الموضوع قلت لها انا وين صاحبتك قلت لي معك صاحبتك ايه قالت لي كاكي هي تهبط الفاليز شنيا تهبط الفاليز تبنسى انا مضيافين انا نهز عليها الفاليز ومشيتش نهز الفاليز على صاحبتها وخرجت صاحبتها ويا ليتها ما خرجت أنا شكون اللي جاي تموت في تونس يا شيخ؟ كاين هذه صاحبتي يا بنت كبيرة صاحبت علي الدعاجي يا رحمة الله هاي كاين تعبين خلينا نمشي نروحوا أمان يا بنتي مش تعبين مش نبيتها يا أنا يا أنا دارنا صغيرة بدي دارنا اسم 1 2 راه بالرسم مش كبير بنتي شبيتك في الصح خلينا مش قلت لي عندك صاحبك اللي يمشي قنصة هكا قلت لي يمشي مشي بيتها بحدا في دارها قلت له صغيرة ما قلت له كبيرة يا طن كلمة نشوفه وينه وينه طفلة ترنكوشة ألو آه عروس وينك انت وين هيا ارجع هاي الفصدق متاعك خالد شنية بيضة وشعرها اصفر والله إلى الوين اصحاح اما البلايص مبدلين راهو اي جي من غازي شيء من غادي فرحان في بيوجات واحدة مش نرمال جاني مبادي يا قريم سمعني أوك الخاتم بالفصل أوك المنجر والخاتم بالفصل والله نفدك عليك من أخويا نحبك ونحترمك سمعني يا سمعني هذي أنا اللهم صلي عني بي على بركر عليك أم شونتي نتشرفه ربي فضلك أمها ربي فضل يالك يا حاجة ربي فضل يالك اسمعني يا قريم تسمع كلامي أمها ظهرها تعبة أنا مطلق ظهرها مولية بنتي ما تفوت الجمعة دي ما تزيدش تودع طرم جيب بيهم انا مسوي بس وقوانهم طاري عامين سانتي لو يا كالي هجي عند صفورية مسوي بس وقين شوفها كيبه بنتي وكسوي بقى مقبضين على الصندل بنتي هديك حرارة الروح بنتي هديك حرارة الروح بس الصندل ما يقربشي بنتي مكبشة في الدنيا وهم خمسة ايام يجهدين في الدنيا بزلولها في عمولها بنتي ولا تعرفش كيف لحظة نشوفها لحظة هاي ميت على مرأة يا تعلم عندها ساعة ونص مليمات وطبق جبهة أمامك أخصني عندي تعرفوا وليدة يخلط المورب
مرحبا انا عطيك نقولو كلمو بس نقولو بوكسو كل الاجراءات ودفن وغازي طبعا تجبتهم هذا بلاد في صندوق ديال احمر مرحبا امشي يا كريم غير ما يطبقولو تمشي عرفت الطبعه غير ما يطبقولو الطبعه هذيك تمشي شو كله ذا اي وين الفسخه نتاعي والله يا كريم انت قلت لي ارجع الفسخه نتاعك جات وانا قلت لبابا وامي يستناو فيا وقتاش نعرف صدقني بابا يبكي بالشحقه بالشحقه تعرف راجل 57 يبكي بالشحقه بالشحقه يستنى في وقت يجيب الشاقة ولا بالشاقة بالشاقة يا كريم ولا بابا بالشاقة قالوا لي مشي قطر انقوشة بلجيكية بالشاقة بابا بالشاقة والله ما قال لي بابا بالشاقة دي شو كل حروز برجولية هذيك كانت جنبك هذيك الفصل قام تاعها هذه فصقة هذه زبيبة مكمشة يا كريم يا كريم شرط الله فنك نعود إلى الزواج، نعود إلى الديفيزيون، ديفيزيون نمشي، أنت تفضل ولا مو رسمي بجد، ولا نحكي بجد، اليوم بابا بالشاقة، بابا بالشاقة بالشاقة، تعرف قد عمر بابا أنت، ليه لازم تنزل بالشاقة؟ عمري مني بابا يبكي بالشاقة، قلت له، قلت له رمز جيبك واحدة بجيك يبكي بالشاقة، تقول لي يا كريم تفضل، كريم في بالك بيا، في بالك مرضي، حاضر في عيسو الميسن يا كاوي عندي صفاق هذه لامبولة نمشي تجيبني لامبولة هذه يا كريم ما نعجل يا كريم أنا يهل يا عبد راو في بالك يا كريم عاد تشتر عملي لايق أنا نمشي بالنيفيا يزيدوا معاك نولي ندهن الروحي ندهن لها الوامة يا كريم نحب نعيش كل باجور يا كريم يا رحم والدي نحب نعيش شبابي يا كريم نرمان ما تشتر عملي ندهن أنا شبيك يا كريم المخطب جاب دمها هذه ولا جنامة سيبوا يا حلوش حلوش سيبوا يا بني دون ما بيجو كيف فكرون بحرب وكيف تخضر فيها واخر يا حاجة نحترمك انا نحترم لك بيه يا عيشة نحترمك عيشة عيشة نحترم احكي معها نحترم احترم روحك سيبوا يا سيبوا يا علينا بوات تنوي تنهزة الفرماسي تنوي انت مش بوات تنوي يا كريم احكي معها يا كريم والله العظيم يا كريم حمزة البلوم يصبح يحكي رأى تسمع بيها تحب تصير قضية تسفي قسين اختار بلجيكية في المطار هاي باش تدوك هاي باش تدوك باش ترحمه باش بي تهاري تخمر زي يا أنا احكي معه أنا بالله دي احزل عني الشكوية والسفل انت كنت روح بيها لداركم يا دي شو مدخلني هلا راح دخل نحكي ذا نحكيها من دون جديد تمشي حاضر فرسود ميسا اخذني يا مدام انا انسان مريض جي طنبي خوكا اتوا سي يقول مرياش دونسي دونسي طنبي ايش اللي اخي ايش انا اخي فبا ونوحش 37 بالو امبولا امبولا سمشي وعند الله تربح مني مالاك جسمي مالاك زين عايش بس هذي روح ده الدان سيدي ما تخليش تركض على جنبها اليمين ما تخليش تركض على جنبها اليسار ما تخليش تركض على كل شهر ما تخليش تركض على بحر باش نتفلمها بالواقع انا والله ما نقتلمها كل ما يسيح باش ندور فيها زوزو مزامر ما تعرفنيش انا محبوس محياك يا حروز اي انا نمشي حروز انا اعطيتك الكتاب نتاعك تستعملها صدقني الحب ما يسعرفش بعمل خليته تاكد خرجت انا وانا خرجت انا وانا بتسو بتسو هكا خارجين من المطار ندور جيتني انا قدام المطار قلت لك كافيين فما مراه زوالية تحب على التوالي مقطوع بالكافيين من تونس خجبت ولا من بلجيك تحكي بجد اي بنت عبدك على فيسبوك هي شعمل اخي جبت ولا اخي فكه هو للديوان ارجع ما نكلمه ايه يا بدي سك تك تك روح متاع بشر ذي تك تك يا دي تنرجع من الزولة شنين شكارت دوية دي تنكلم الو السلام عليكم فضل خويا مرحبا بيك يا عايشة ربي الديوان التونسي خويا مرحبا بيك ملا الديوان السنغالية فضل خويا يا عايشة برسمك عندك شكون جات من بلجيكا تعمل في الخير هي جابت لمرأة تونسية دواء مقطوع من طول جابتولها من بلجيكا اخي فكولي اش كارت الدواء نرجع نهزها ولا كيفاش عايشة خويا المسألة هذايا عاوزها برشا لازم تمشي لمركز التحاليل التربية بديبوزفيل تمشي للدوزيام ايتاج تلقى بيرو مدام عايدة تاخذ ما عندها وصل الوصل هذاك معناتها للبلدية تعمل عليه تعريف باللمدة وبعد تمشي للدفتر خانة تهز أربع تصاور لازم تحيط قبل الدوران من الفوق الدوران كيف تعمل تحط تعريف والباسبور وبعد تمشي تتم مراقبة الأدوية نتاعها ونتأكدوا من سلامة يعني المرأة اللي هي ماهيش باش تتاجر بالأدوية هذوما ونشوفوا تحليل الفاريز تاعش عندها الفاريز وتجيب لنا أربعة تنابر
ولاد الكل يعني كان عندها صغار لازم يعملوا تحليل لا دين مش متاكد من الموضوع مش ولاده وبعد نشوفوا في انا منطقه يسكنوا ويتم يعني دراسه المنطقه دي شد الحكايه من سنه لزوج سنوات وبعد نمشيو للدماغ قيس الاراضي وسيد الزمان مع الجوز يعني تشوف ترجعوا شو بيه كمان لاباس خويا شو بيه خويا تخمرت هذه الطفله بجنبي كبرت وانت ما كملتش عديد لأن الديوان قيس الأراضي وسيد الغزلان هذه كلمة ديما عملتها الحكاية هذه كل المرأة تموت ودويها ما ياخذلهاش والله لو ماتت المرأة ما يسالش معناها تجيب لنا شهادة الوفاة بتاع المرأة وتجيب تهز الديوان بتاعك مرحبا بيك في كل وقت أي عايش معناها بعد ما تموت تعطينا الدواء عايش ربي يخليك أنا مرحبا بيك في تونس مرحبا بيك ودخلنا للدار دخلنا للدار نلقى كاين فقرة في الدار نلقى بابا يعيط كيف ما تدخليش بابا مش بيت كافر ما تدخلش فاني كنت بتاكل في الحلم وفي البيت في داري كلها تعلن السلامة قدام الدار وتدخيف غزوة بدر بابا هذي تجنين تعلن السلامة قدام الدار وتدخيف يا بابا يا زينب لانو بركع كافر يا بابا يا بابا تنعرس بيها يا بابا تنعرس بيها ونو عندك انا ندخلها لدين الاسلام اوهو شو شكون باش يدخلها لدين الاسلام خالد ابن الوليد حتى تدخل انت دين الاسلام عازكو في رمضان تاكل في اللوبيا بالبروكلو شوف ينحتك بالكودي مش راح تحكي معاك قلنا ترجع قلنا ترجع من جد يا ابن ما تبعتش في داري ها علي قلت طفلة جاية من داخل ولا احشون من داخل الدنيا انا اسمع هاي ادخل يا بابا يستنى شي السلامة اهلا طنطو اهلا تتا كاخي نعطيهم كادوات ريت بنت الناس كي ظلمها يا بابا ريت بنت الناس كي ظلمها داخله بالكادوات تحب تهمني على روحها يا بابا انا ماخذين عليهم فكره خايبه ياسر هنقول لهم ماخذين عليهم فكره اللي هم بناتهم ما يحشموش ومش متربين صدقني يا بابا فما برشا قرى محافظات ويقدروا الكبير ويحشموا اعطيهم انا كادوات جبت فودكا بوغ بابا ويسكي بوغ ماما وجهنم بوغ توا بدي هبلتي غبعتي دخل بابا بالويسكي شفتوا يا ناس وقت ولدي ونهار راها دخلت لي بالفودكا حمادي بصبيع مع الرس اللي بيه دخلت لي بالفودكا وبالويسكي كان حتى جابت معها جيب راسون ساعة كاكاكا تحرقي لي الجبنة عيب عليك شفت لكم زادة زوز تليفونات تليفونات وليدي مدام جابت تليفونات امك هي الكافة خونا البيم راهم يقول مشى يا بابا البيت خذتي انا كاكين بدي النوم كاكين رايك يا بنت النوم تسأل رايك يا بنت تعطيني مخي مش قلت لي بنت النوم تاعي فيو سيغ ميغ ها فيو سيغ ميغ هذيك بيتي قابلتها بيت امي الميغ فيو سيغ ميغ نحكي تحل على امي معناها يشوف فيها بيت خويا فيو سيغ بيغ على بيت بابا هايك يا بنت تعجيب معناها البيت هذيك اللي باش نركضوا فيها انا وياك بيتي سكري بنتي بابا يسمع يحشم ضربتي يا بنتي هاتش بيه كريم زوز حبوا بعد ما يركزوا فرق بيه يا بنتي ما فما قدام بابا وامي مين فما تقاليد وفما دين انا خلي لازم نكتبوا صداق اي نكتبوا توا صداق لا يا بنتي عندكم انتوما زيك تك تك تخيل كيف راحنا انتوما تجي هكا تلبس هكا العروسه روبا سبيدري مقابلها العريس العتيب بيناتهم يعمل فاستين هكا ترمي بوكي نوار واحده من صاحباتها تشد بوكي نوار ويروح احنا احنا كوب دو موند احنا مش حاب ايه بسيرة في بيك تلبس بصديق احنا الساعة لازم نصحوا بعضهم خمسة سبعة سنين يقصوها 48 مرة لازم يطلب تهز صاحبتها تقول له داخل هزي ديال الكلينيك راه ركبوا لها السيروم يا عادل توا توا الفيلم اللي قللنا الفيلم اللي قللنا توا الفيلم اللي قللنا وهي بجنبها ديك الحصان هذا بجنبها وبعد يعمل خطبة وقبل الخطبة زدنا مرحلة أخرى يحبوا المشي الجاي كمان زدنا ماشية زدنا واحدة اسمها تعطونا الكلمة مرحبا هكاك بتاع تواس نخطب واحد لا خلينا الكلمة سلام عليكم كلام لازم نخطبوا الفرح أعطيتونا الكلمة هاي الرعب هو هاد أخت لا خصوص تعطونا الكلمة جوز عربنا عليها هكا هوا دمرتها فرح دمرتها ما أنت ماشي لا ولا ما ضربة قربيت على تقولش مين إخوان ويرجع ومن بعد يعمل الخطبة ومن بعد الخطبة تبدأ عندك رحلة لماس هو هاي واحدة فضة كيف فيها خمس هاو هيز برسلي هاو هيز شرق امه هابطه من الكهرباء بكواترو الله كبير عامله هكا داخله فيه في العيد الكبير يقول الحمد تكون خاطر نمر ليفو في جريده نسيت نسيت يا شريطه مرقازه في الكهرباء هبدا خويا وداخل بها فين درشني ويموت شكون سبحان الله
حسوا يستنى فيهم جذبوه عملك يستنى خدوا هم الله أكبر خدوا هيك هو يجي عرسه تبدأ عاد المشي والقصة ويرجع ويتعارق على أبسط الحاجة تجي تقول أسماني أمي ما عجبوش لسه دعوات مدورين هذوكم فوقياش قاعد موديل قديم راه خاطر تبدا هي تكتب فيها تقول بعد أهداكم حتى ارتاحي بس كسرنا فإن على تير بني بورقة وسميرة شفايف يتشرفيني بحضور على يعني الحين كيف ما يهزش برشا كتير ويقول ايش مدخل أمك تقول وأنت ايش مدخل أمك أمك تحبس دعوات مدة شنو وتلحم مدة شنو والقصة يتعارق وبعدك يرجع تقول واي باش نعرسه وتمشي هي تعمل لك الحنة نتاعها الحنة نتاعها الأولى والثانية والثالثة ثلاثة أيام وعاملين لك الحرقوس يبدأ منا تعرفش عليه مين يطلع يخرج من هنا فهمت عامل من هنا ولا بصاق الجواندوات فهمت عامل هاك كل كيت البلكوني شيشت بلانتي عامل هاك يا بنتي بك الواحدة متاحة وهو العروس مش يعمل لك الحنة متاحة يعمل وقتل نك وجبه شيشية ولا تحمت وراضي فاش يعملوله وكذي ورابط علوش مسكينة تعذب قدام الدار هذي في العروس وغادي بام ترشني والطفلة عاد تخرج تمشي تعمل الحمام الحمام في الكويل يا ابو قلب عطيتها بهكدا وهي خارجة مغطينا بكر وحدة حمراء وخضراء هكا معاها صاحباتها زعما لابسين حاجة ستيلية كيف كيف البنية كيف كيف يبداو خارجين يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا الا ما تجينا شرطة الا ما تجينا ومعاهم وحدة في الخاضر يحكوا في بعضها وتلقيها فهمتي وللحولين ولا العولي صبانة مدرسي ديها ومشى لشرين جابي راديو كباكيري صوتها تبدأ راقد جابي راديوني غني راديوني غني جابس عطي ليني ايها ومشى لشرين تبدأ تخلي خط فضيل